احنا وزينب غير عليهم والنعيم بالساعه نسوان وزينب غير عليهم نبديك يا عراق بالروح بالدم نبديك يا عراق بالروح بالدم نبديك يا عراق بالروح بالدم نبديك يا عراق بالروح يا شباب تعالوا كلكم ليش صافي يلا يا شباب دورة شباب سلمية دورة تحرير سلمية دورة تحرير سلمية دورة بغداد سلمية دورة بغداد سلمية دورة ذيقار سلمية دورة ميسان سلمية دورة ميسان سلمية دورة النجف سلمية دورة النجف سلمية دورة كربلاء سلمية دورة كربلاء سلمية دورة البصرة سلمية دورة البصرة سلمية دورة الكوز سلمية دورة الكوز سلمية دورة بابل سلمية دورة الحلة سلمية سلمية دورة الحلة سلمية دورة عراق سلمية دورة عراق سلمية دورة ناتورة سلمية وطنية حرة سلمية وطنية حرة سلمية دورة شعبية سلمية ضد الحرامية سلمية دورة أحرار سلمية ضد الفجار سلمية دورة أحرار سلمية ضد الفجار سلمية سلمية تغيير الحال سلمية دورة فلاح سلمية يريد الإصلاح سلمية دورة فلاح سلمية يريد الإصلاح سلمية دورة طلاب سلمية ضد شرع الغاب سلمية دورة طلاب سلمية ضد شرع الغاب سلمية دورة إنسان سلمية للحق عنوان سلمية دورة إنسان سلمية للحق عنوان سلمية دورتنا دورة سلمية دورتنا دورة سلمية 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 بس هاي هسه يحكون بها التسويف هاي ما يصير ما ترهم لان انت يعني حتى لو اي محافظة وقفت زين والباقي المحافظات كلها ثائرة عمي هاي المحافظة لان هي ليش مجلس النواب العراقي مجلس النواب من الجمعية الوطنية لحد هذا هو فاسد يعني ابسط شيء هسه ذاك اليوم قبل هوا اسبوع اسبوعين لزموا واحد عضو مجلس النواب ما اعرف مين لابوه بالسجن والله هذا مرتشي زين كيف هي راح يسوون حكومه يا اخي الدمار الشعب العراقي هو مجلس النواب هو الفاسد الاصلي هو مجلس النواب احنا نريد تغييره الى نظام رئاسي ومجلس النواب ما يصير هيك احنا حتى نحاسب المن حاسب هسه انا راح ادخل لك بمدخل هذا رئيس الوزراء المستقيل اللي ما حد قاله ترى هو الشعب هو قاله لا يقول مجلس النواب وفلان لا الشعب صار عليه ضغط واضبط شيء مال مقتل الجماهير بالناصريه وبالشطره هذول اللي 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 اللي, اللي غيره والبوصله عمي ماكو هيك وزارات ماكو قاموا يطلعون وزارات في يعني دخول الشعب في سبيل مزايده قناع السنه قناع الشيعه قناع الاكراد هذا من جابوه عادل عبد المهدي اول ما جابوه اعطاهم 250 برميل يوميا اسمع ايش قد فلوسه 250 برميل يوميا لمده سنه اعطاهم اياه لي قدام هاي غلط زين لا اخذ فلوسنا رجع لنا اياها ولا هذا ليش والله استكشف سوى رئيس وزراء بعد هاي الشهداء راحت بس اسال هاي الشهداء راحت نفس السياسيين يقول يعني كلهم عندهم اتصالات برا عندهم فلوس باقوا الشعب كلهم هم اللي يحجون نفسهم مش عن الجبوري قال كنا حرامية وأول واحد أني قال يعني هم بس كم فاز بس تسأل أي برلماني هم البرلمان هم الفساد بالبرلمان بعدين شنو 328 احنا بس هاي نقول بعدين هم إذا يريدون يسوون حقيقة انتخاب رئيس هسه مثل تونس هسه هاي السودان تونس عم احنا ما تقول لي شنو يعني ما دافتهم يعني ما نقدر ننتخب لنا واحد يعني رئيس يعني هذا الشعب حتى احنا نحمله بس ما نحمل ما نعرف والله عندي سوالف
الرسول بهالك وحشينا تعالوا عندي سوالف اسولف هالك وحشينا تعالي العين لك تبرى ظلام وطال عتك قمرى بالحقيقة أنه بداية المظاهرات المتظاهرين أعتقد مطالبهم واضحة، هو تغيير قانون الانتخابات وتغيير المفوضية، وتغيير المفوضية على أساس قضاة ثقات ينتخبهم المجلس القضاء الأعلى، مو هذا المجلس القضاء الأعلى، قضاة نزيهين ممكن أن يتولون المفوضية. طبعا المفوضية حتى بالمناسبة حتى تشايشي هم محاصصة. احنا من 2003 لحد الآن ما شفنا شيء من هاي الحكومات الفاسدة. هسه مطالب المتظاهرين واضحة، قانون الانتخابات على أساس 100%، يعني مو 50-50 ولا يسوي له 75-25، لا احنا نطالب 100%. ليش؟ حتى المستقل ياخذ أكثر مساحة، ياخذ اكثر مساحة، وبعدين على اساس القائمة الفردية، على اساس القائمة الفردية بدوائر متعددة وليس دائرة واحدة، بدوائر متعددة. اعتقد انه اللي قاد من 2003 وتولى الحكم من 2003 ولحد الان هو عاجز ولا يستطيع ان يقدم شخصية تخدم هذا المجتمع أو تخدم هذا المتظاهرين الحقيقة. والمتظاهرين أنطوا مطالب تنطبق على شخصية رئيس الوزراء اللي القادم. أولا عدم يعني أن يحمل جنسية مزدوجة، ثانيا أن لا يكون مرشح عن الأحزاب ولا يتولى منصب لا سابق ولا الآن، وهاي المطالب أعتقد واضحة. والامكان اعتماد عندنا يعني كفاءات بالعراق موجوده، وين راحت الكفاءات مالتنا؟ وين راحت كفاءات العراقيين؟ وين راحوا؟ عندنا شخصيات قادت بلدان، قادت اصلا بنت بلدان، يعني شنو عجز العراق؟ ما عنده لا كفاءه لا شخصيات سياسيه. Thank you.
اريد ادين السياسيين من لسانهم. السياسيين علنا ونتائج الانتخابات الاخيره 30%، وهي اقل نتائج الانتخابات وحدها الدين السياسيين كلهم، تياراتهم احزابهم كل الطبقه السياسيه، ان هم سرقوا السلطه وسرقوا يعني سرقوا السلطه واجوا وتحكموا بمقدرات الشعب العراقي بصوره غير شرعيه. فاي حكي يحكونه واي تصريح يصرحونه طببه منا ونطلع منا، احنا ماضين على ازالتهم وازاله قانون الانتخابات وتشريع قانون انتخابات جديد. وما عندنا غير كلام، اي كلام ما عندنا ويا اي سياسي ويا اي شخصيه دينيه معمم اي شخصيه، ما نسمح له ولا عندنا كلام وياه. نازل اخذ حقي، حقي نازل ضدكم يا البكتوني، نازل اخذ حقي ما وصيكم هم معموني، نازل اخذ حقي بالغاز انتم هم سموني، نازل اخذ حقي وبالغاز انتم هم سموني، نازل اخذ حقي وبالقناص هو يرموني، نازل اخذ حقي وبالقناص هو يرموني، نازل اخذ حقي نازل اخذ حقي، اخذ حقي وما تخوفوني، نازل اخذ حقي، اخذ حقي وما تخوفوني، نازل اخذ حقي. الحكومة هي غير مؤهلة لذلك، يعني الحكومة هي هسه قاعد تستخدم موضوع تدوير النفايات، نفس الشخوص من نفس الاحزاب تدور بيهم خلاص. فهي غير مؤهلة لطرح البديل لهذا المتظاهر الموجود منذ شهرين لحد الان للساحه، يعني تلقي بديل راقي او جديد او كذا او مستقل عن هاي الاحزاب. نفس النفايات تدورها، كل ساعه تطرح لها اسم من حزب، كل ساعه تطرح لها اسم من تيار، كل ساعه. وهذا المتظاهر مل من هاي الوجوه، هي نفس الوجوه السارقه هي للبلد. فالمتظاهر من ينطرح اسم يبقى يضحك. فالحكومه نفسها هي هاي الموجوده هسه غير مؤهله لطرح اسماء جديده تحت عناوين جديده، تحت مشاريع جديده، تحت شغل جديد لهذا الشاب اللي قدم دمه وقدم لشهداء، المحافظات قدمت دم، قدمت من اجل تعيد قصي السهيل وتعيد مدري من وهاي الشخصيات التعبانه اللي جربتها العالم وما قدمت شيء للعالم. فهاي الحكومه غير مؤهله، يعني لازم اكو تدخل خارجي يصير او تدخل بالنسبه لساحه التحرير هنا نفسها. اخذ بعين الاعتبار قرار ساحه التحرير مهم، يعني ساحه التحرير نايمين هنا بالتحرير منذ شهرين وثلاثه. انتم ليش يعني متجاوزين قرارها ومتجاوزين رايها ومتجاوزين هاي؟ من هذا اللي قاعد يختار؟ ما اعرف، من اللي قاعد يطرح سامي العسكري؟ من اللي قاعد يطرح قصي سهيل؟ من يعني من؟ هاي مو حكومه، هاي مو مؤهله لطرح اسماء جديده تقود البلد نحو بر الامان. وشكرا. ما فارقيت بيوم اغلى من الاعزاز باللي هويته، شلون راح امشي جناز مني الى باب الحبيبه والشاعر حسين الحلو فليتفضل. مشكور. الاخوه الحضور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحيح انا وطن، صحيح انا وطن بس الشعب مريود، صحيح انا وطن بس الشعب مريود، اصرخ بوجه الظلم للذل هيهان، وفلش السياسه اللي ما تهم بيك تبقى اليوم على الظالم تبان. صحيح انا وطن بس الشعب مريود، اصرخ بوجه الظلم للذل هيهان، وفلش السياسه اللي ما تهم بيك تبقى اليوم على الظالم تبان. اطفالك يتامى يا شعب ليش
اطفالك يتامى يا شعب، ليش فتحوا عينهم بالهذا بومات؟ ما عندك تدبر خبزة التنور وبين الدول تسمى بالخيرات، ما عندك تدبر خبزة التنور وبين الدول تسمى بالخيرات. الباع الروح يا ابو فلان واشراك، شلون تحطه وسط النار؟ الباع الروح يا ابو فلان واشراك، شلون تحطه وسط النار؟ اعتصمنا بساحة التحرير ضد فلان وفلانة، تالي الحرام الباقي يطلع الظاهر ويانا، تالي الحرام الباقي يطلع الظاهر ويانا، وهم يطالب بتغيير وما ترى مطلع لسانه. حفظنا لنا ذا الكلاوات، لا تظل تحمى يا روسي، وداوم انت بايقني ام اللي باقت فلوسي. مش عندك معتصم وياي، هو انت بايقني، وسمعت وزعوا لفات على لفات لاحقني. ارجع واخمط بكيفك، كانها سالفة انقلبت، الحرام اللي باق ناصر المبيوق لهسه صدق خربت. يا ما موجودة الثقة على المود، احنا نحكي ونقول ونطالب بحقوقنا، شلون يعني تريدنا نثق بهم؟ عادل عبد المهدي يعني انت تتصور نثق بيك مثل او غيره نثق بيه؟ ماكو ثقة، اي ثقة ماكو. هاي المظاهرين، انا من يوم 25 عندي موكب، هذا موكب اشوفه موكب السراي، من يوم 25 لحد الان اني اصرف وهاي واقول كله ما يخالف، لان هاي الشهداء راحت كل اخوتنا، واحنا قرارنا واحد نروح ويا هاي الشهداء، قرارنا هذا الوحيد. بالنسبه للدوله اي ثقه ماكو، جدار ماكو، احترام ما خلاو اي شيء، وهو الكرسي لو ما بيفلوت شعافه عادل عبد المهدي ولا غيره، حرام ذله والله. يجوز انا اكل واشرب واطلع، بس غير شاب ما ياكل لا يشرب، وشكرا. ما نريد نحكي، واحنا ومو طبيعتنا انه نتجاوز، ما نعرف مو ثوبنا والله. البدايه انا اشكر ساحه التحرير واشكر بيتنا الثاني اللي هو مسرح الثوره ومسرح التحرير، واعتقد هذا التكريم هو انا كرمت في اماكن كثيره، لكن اكثر تكريم به شرف وبانتماء حقيقي هو تكريم هنا، فانا اشكر كل القائمين بهذا المكان. على شكرا يحيى. أحب أن أقول شيء إذا تسمحوا لي خارج العمل. شبابنا، أبطالنا، أخواننا، مستقبل أطفالنا أمانة بيديكم. أهم شيء تقدم هاي الثورة هو مستقبل أطفالنا. أعتقد أنه الثورة نجحت سواء شاءت السلطة أم لم تشأ، فالثورة نجحت وإحنا فخورين جدا بكم. وأحب أن أنقل لكم كثير من ألمانيا، من بولندا، من الدنمارك، كثير ناس كان يخلص العرض ما يحكون عن المسرحية، يجيبونه يقعدون على صفحة يقولون ساحة التحرير شلونها، وانطوني هذا الشعار لبسه بيدي وأصور بساحة التحرير، وينقلون تحياتهم لكم ويقولون احنا معكم في ساحة التحرير، العالم كله معكم، الحق معكم. احنا مطالبنا واضحة، الطبقة السياسية هاي الموجودة ما تقدر تصلح، لان هي اللي الفساد كله من يمها، ما تقدر تصلح بعد. والمطالب واضحة، أنه قانون انتخابات عادل 100% فردي مع دوائر متعددة وانتخابات مبكرة، حتى هاي الطبقة السياسية كلها تنتهي، لأن بعد ما تقدر تصلح وراها محاسبة الفاسدين من 2003 لحد الآن اللي لعبوا بمقدرات الشعب. كل سياسي شارك من 2003 لحد الآن لازم يكشف عن ذممه المادية وين راحت. هاي مقدرات شعب، هاي مليارات، نتكلم عن 450 مليار دولار تبني بلد من القاع، من الصحراء تبني بلد، وين راحت هاي الفلوس؟ الأحزاب اللي منتمية للبلدان المجاورة هاي ما ريتها أبد،
احنا تغييرنا من خلال انتخابات مبكرة. احنا سلميين وراح نبقى هنا للأبد، هنا للأبد باقين لحد ما قانون انتخابات عادل وانتخابات مبكرة بعدها. نقطة ثانية، الطبقة السياسية لا تورطنا انه تقول خلي ترشحون رئيس وزراء. احنا ما نرشح، لان بس نرشح واحد هم راح يفشلون، يقولون انتم اللي جبتوا. احنا راح ننطي مواصفات واضحة انه ما مشترك بالعملية السياسية، ما منتمي للأحزاب. راسك او بعينك او بصدرك اي قيمة درامية توازي هذا الفعل، او اي قيمة درامية توازي الفعل اللي صار هناك ويا الشهداء والشباب اللي بالشارع. كثير من الفنانين والممثلين مثلوا هواي وشافوا هواي وقروا هواي، ماكو لحظة صدق مثل هاي اللحظة اللي احنا بيها، ماكو مبالغة، يعني ممكن بالتمثيل تبالغ، لكن الان اكو قمة بالصدق، قمة بالبساطة، قمة بالانتماء. فما اعتقد اي شيء يواجه هذا الموضوع، وهذا الموضوع كان يخلقني، يعني شريد اسوي. بس انا راح احكي لكم شغلة، هذا حلم حقيقي، يعني بعيدا عن موضوع تمثيل وتقديم. انا يوميا اجي هنا ساحة التحرير، وكنت حزين لانه انا صفاء السراي ما اعرفه. هذه الأيقونة الشجاعة، أيقونة الشباب، أيقونة ساحة التحرير. مواطن عراقي بسيط أجي الظاهر، فيوم أوزع ريوق، يوم أوزع شوروب تحت نصب الحرية، أتذكر بالضبط صعدت على السيارة دا أوزع شوربة، تعال حبيبي بارك الله لك يا معود، ارفع علامة النصر. إيه سلمية سلمية، مو تمام سلمية سلمية أخ سلمية. لك ليش 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 ارفع قضيتك، ليش هيك ليش؟ مو انت عراقي وانا اخوك، بس اكيد انت مو عراقي، لان لو عراقي ما تسويها، والعراق ابد ما يسويها. طبعا استشهدت اني وتعرفت على صفاء بالجنة. طبعا شفت الفنانين والشهداء والأدباء والموسيقيين والصحفيين كلهم بالجنة. وبالمناسبة يعني صفاء كل شيء يعرف، كل هذه التفاصيل واصلت. طبعا قال لي التحرير تعرف، قال لي سلم لي على الولد، خلي يبقون هنا بالتحرير، هم صوتنا بالحياة، لازم نبقى ولازم نتماسك ونقولهم سلمية سلمية يا أخوان سلمية. احنا ثورتنا سلمية وباقين هنا وما نتحرك. كل الشهداء يسلمون عليكم وفرحانين بخيمة التحرير مالت المسرح، قالوا خلي يستمرون وابقوا هنا، انتوا صوتنا، صوت الحق، صوت العدل، صوت العراق، باقين هنا. أعلام ساحة التحرير أبطالنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلمت تعرف ليش؟ شي مو بدي جندو علم من شاف ياخذ تحية. حياكم الله. طبعا لازم أول ما نبدأ للشهداء، لأن لهم حق علينا وهم ببركة دماهم وإحنا مستمرين في هذه التظاهرة. فأقول أنا الدم النزفت ما لوا دم، أنا الدم النزفت ما لوا دم، العراق قدميته ما لوا دم. إهزمت داعش هزيمة، إهزمت عادل هزيمة، وهزمت أحزابهم والطائفية. خدمته بس هاي شلعت قلبي. أنا الدم النزفت ما لوا دم، العراق قدميته ما لوا دم، هزمت عادل هزيمة ما لوا دم، وهزمت أحزابهم والطائفية. وكلها تقول أن الاحتلال قد خرج من العراق، ولكن لهذا المنظر رأي آخر وللشعر رأي آخر. بعد باقي احتلال الهسة ما راح، ما شوفنا لكن أسمع أنفاس. نعم راح الهمر بصلاوع وشوف مو ظل الفقير الهسة ينداس. ما تمشي السفن لو ما على الروج،
ولا يرتفع حائط يفتقر ساس، ولا تنتفع شجرة وتنطل أثمار إذا تدري الظهر أم رابط الفاس. قبل عين اليتيمة تعزل السوق، هسه السوق يا مو يعزل الناس ما محتاجه. قبل عين اليتيمة تعزل السوق، هسه السوق يا مو يعزل الناس ما محتاجه. أنا بغي يفهم الحال على آثار الوقائع، خلي مقياس معروفة ولكن جبيني شوف مو بالعين، خلي عيونك إحساس. هم يرهم عراق بنا يا أبو حسين، لو ترهم طفوف بغير عباس، بس منين أجيب الذنب الجفوف؟ لأن ما ينهر لربوع حنجاس، ما أريد اللي يطلع بالإذاعات ومبالغ يحكي ضخمة بين الأقواس، أريد من الثمانة كان بالليل يمر على اليتيم ويمسح الراس. ما اريد اللي يطلع بالاذاعات ومبالغ يحكي ضخمة بين الاقواس، اريد من الثمانة كان بالليل يمر على اليتيم ويمسح الراس. مو حق وتناظر صاحبي يصيح، بس حق الفقير بلا يحراس. قضانا ضيم نفرح قابل شلون، ولبست عدنا الاسود حتى العراس. هم زين بوطننا ونسمع اذان يصيح الله اكبر يا مسلمين، اسئلك وانت دور بالديانات. هذا بالعراقي قبله يا دين، واحد راتبه يملك عمارات وواحد ما تملك صنمه تطحين. اسالك وانت دور بالديانات، هذا بالعراقي قبله يا دين، واحد راتبه يملك عمارات وواحد ما تملك صنمه تطحين. ويلك يا وطن، يا وطن يل منك تراب، يتعادل ذهب جاه الذهب وين؟ صار سنين بينا يركرك الضيم، جاه البدقل تعدلين ميتين. ما طول عليكم وصلت الباب، حنك جف الفقير وصاحت ابنية العراقي. عراقي مغصص الدنيا لمتناي، عراقي مغصص الدنيا لمتناي، غرقت والماي ما واصل لمتناي. خذوا كم ديرة والوادم لمتناي، وجبتهن قبل ما صرف عدي. واخيرا حالي حال الاستاذ المطوع دائما طبعا لا ما اختصر خذ راحتك طبعا هسه جاي شي يسوون كل ساعه يرشحوننا واحد حرامي، هذا رئيس الوزراء ذاك رئيس. نبات البات ونصبح على اسمان، نبات البات ونصبح على اسمان، شريط نعيده ونكرر. انس ما ليش نسولف ونسولف لعن اسمان، مال الله وعباده وهاهي كل شيء ما اخر. واريد اقول للعادل عبد المهدي القصينا للجنحان، شي تحطه ويطير القصينا للجنحان، شي تحطه ويطير، لازم خلف وياي علقت بسامير غرد خلف. القصينا للجنحان، شد حطله ويطير، لازم خلف وياي علقب بسامير غرد خلف، غرد خلف وارجوك كثر زلاطع، الشعب عين عليك واذا احنا باطع. غرد خلف طبعا هواي هنا ما راح اعيد، غرد خلف بس كون تغريده زينه، والفيل اذا ما طار طق على عينه. الدولة والاحزاب كلهن سوية، الدولة والاحزاب كلهن سوية، فدوى الشهيد الطاح بالناصرية. الدولة والاحزاب وسجينك الحاد، الدولة والاحزاب وسجينك الحاد، فدوى الشهيد الطاح برضك يا بغداد. اقول يمت الفرج يا ناس قاضيها بس ضيج، يمت الفرج يا ناس قاضيها بس ضيج، ودولتنا صار سنين ما صنعت بريج. تضرب ترى الامثال تكفي الاشاره، جدر السياسي هنا وخير احلى جاره. رايد وطن، رايد وطن مبيوق ياهو اللي يرده، بالرقص يرجعون لو بالمخده. رايد وطن يا ناس كونا نقوده، رايد وطن يا ناس كونا نقوده، نوضل على الغمام ثاليته سوده. رايد وطن بخير تاج على راسي، والخير اللي يصير مو للسياسي. والسلام عليكم.
اللي راحوا بساحة التحرير وشهداء العراق ممكن نزم ايدين بعض، ممكن نزم ايدين بعض ورددوا وياي، رددوا وياي ارجو باسم العراق، باسم الشباب، احنا هنا، باقين هنا، املنا واحد، فكرنا واحد، هدفنا واحد، نحب بعضنا، نحب ساحة التحرير، نكره العنف، نكره الكذب، كافي دم، كافي اغتيال، كافي قتل، كافي غش. احنا ما عندنا سلاح، عندنا سلاح وسام ابو سلاح، عندنا وطن، ما عندنا سلاح، قولوا ما عندنا سلاح، عندنا وطن، ما عندنا سلاح، عندنا فكر، ما عندنا سلاح، عندنا قلم، ما عندنا سلاح، عندنا وطن، ما عندنا سلاح، ثورتنا سلمية، 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 سلمية. راسي عفي يا ابني، عفي يا ابني، استمروا سلمية، 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 راسي عفي يا ابني، 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 راسي عفي يا ابني. زين نقرأ الفاتحة للشهداء، نقرأ الفاتحة للشهداء. قياما يلا قياما شكرا شباب، شكرا لكم، شكرا. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، احنا نقول شيء واحد، احنا مطالبنا وحده ومن غير مطالبنا ايش مهما صار. الشغله الثانيه هم ما يتفقون عليه وما يسووه، هذا من دير لبال وش يسوون خلي يسوون. احنا نريد نظام عادل، قانون انتخابات، وكم عمي يا ناس يا عالم، هن ثلاث مطالب ما عندنا غيرهن، قانون مفوضيه، اعلان مفوضيه عادله، اعلان انتخابات مبكره، ما طلبنا شيء. هذا يخلي الامور بصوره صحيحه، العراق ينبني من جده وجديد بصوره صحيحه وطنيه. اما عندي مناشده، بس اريد اطلب مناشده الى اهالي بغداد، انا محافظات، انا اليوم صار لي شهرين، عندي رساله اريد اوصلها لاهالي بغداد. يا اهالي بغداد، هاي بغدادكم، احنا جايين تضامنا وياكم، لما نجي لبغداد ونلقاكم ماكو، ترى واقفة، تعالوا طلعوا واقفوا ويانا مثل ما واقفين وياكم. احنا محافظاتنا معطلة وانتو اكو مناطق بها دوام. احنا نقول كلام واحد، الدوام ما يصير دوام، ماكو دوام، ماكو وطن، ماكو دوام، اكو وطن، اكو دوام. هذا نقطة راس سطر الكل من يريد يعيد الدوام، نقطة راس سطر الكل من يريد يعيد الدوام كان من يكون. شباب العراق سلمية، شباب العراق سلمية، بنات العراق سلمية، بنات العراق سلمية، نتظاهر كلنا سلمية، لجنة العراق سلمية، لجنة الأطفال سلمية، لجنة المظلوم سلمية، لجنة العمال سلمية، لجنة الفلاح سلمية، لجنة التغيير سلمية، سلمية، شباب العراق سلمية، بنات العراق سلمية، نتظاهر كلنا سلمية، نتظاهر كلنا سلمية، لجل العراق سلمية، لجل الأطفال سلمية، لجل المظلوم سلمية، لجل المظلوم سلمية، لجل العمال سلمية، لجل الفلاح سلمية، لجل التغيير سلمية، التغيير الشامل سلمية، 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 سلمية. احنا اول ما طلعنا من يوم 1/10
لهذا اليوم هو مطلبنا واضح، هي إقالة الحكومة شرع قلع مثل ما يسموها، وانتخابات بإشراف أممي، يعني وانتخابات تكون نزيهة 100% بإشراف الأمم المتحدة، حتى ما يكون تزوير حالة حال المضت، لأن ملينا من اللي صار بالطبقات السياسية راحت، فنريدها بنسبة 100% تكون فردية. بعد انتهى موضوع 50% يريدون بأن تكون سانت ليغو ما سانت ليغو، هاي الأمور اللي هم يريدوها على هواهم، هم هذا الضغط اللي جاي يسووه على الشعب، لأن هم يريدون بروحهم بأن هم ينزالون ما بها مجال. احنا مثل ايش قد ما يواجهونه بالرصاص الحي او بالدخانيات او ما شابه اللي هم قمعونا به، احنا نواجههم بالسلمية الثابتة، سلمية الى اخر نقطة دم تبقى بينا. احنا باقين هنا وبسلميتنا نطالب بحقوقنا، احنا ما ردنا نصير مثل ما صار العالم، احنا نريد نعيش كبشر كانسان، احنا ما لا ردنا ناطحات السحاب ولا ردنا نعيش بشر، ما نريد هاي الاحزاب اللي هي تتسلط على الحكم، لازم هم مثل الشطرنج، هذا يروح هذا يجي، ماكو هيك شيء، يعني ماكو بلد بالعالم تدمر مثل ما تدمر العراق. خب هو اكثر خيرات بالعالم، هو اخر بطن نفط يطلع بالعالم هو من العراق، ليش هسه احنا نروح الدول الغرب نكون ذيول لها؟ احنا خلونا نكون ثابتين، قرارنا عراقي، جيراننا اصدقائنا لا اسيادنا، نبقى احنا للعراق، ولائنا للعراق، علينا من احنا بعد نروح للدول الجوار. خب هم اصلا هم ولائهم المطلقه سعنا، خب باقي الشخصيات الباقي الدول ولائهم البلدهم مستعدين يدمرون البلاد كلها، كل البلدان يدمروها من اجل بلدهم. خلنا نتعلم من يومهم، خب انت مثل ما انت صاير ذيل لهم، خب اتعلم من عندهم. واخيرا نشكر كل من واظب على التظاهرات. طبعا لا، هي اصلا ما عندها خيارات، يعني احنا ما نخيرها انه تستجيب او لا، هي مساله وقت يعني، لا اكثر ولا اقل، هي ما عندها خيارات يعني تستجيب او هي تستجيب غصبا عنها، يعني نظام انتخابات جديد، هيئه مستقله للانتخابات، قضاء نزيه، ماكو احزاب، ماكو وجوه تتكرر، يعني اي احد كان سابقا موجود بالطبقه السياسيه نهائيا يعني ما مؤهل للترشيح، ما مقبول اصلا بعراق جديد. جربناها 16 سنه، كافي يعني، كافي طينا شهداء، كافي اموالنا راحت، كافي وطننا راح، ما عندنا شيء بعد، نريد نسترجع حقوقنا من عندهم. شاقي يا ولد، شاقي يا ولد، نانا نانا، طيارة